ازيكم يا اصحابنا يا حلوين، وحشتونا كتير كتير كتير. وجبت لكم قصه جديده، قصه حرامي القرود. كان في شاب مراقب محل ده كان بيبيع قرود يا حبايبي. راح قعد يراقب المحل كتير 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 لحد ما صاحب القرد قفل المحل ويروح البيت. راح الشاب ده اتنكر وكسر المحل عشان الكاميرا طبعا ما تشوفوش، وسرق القرود كلها يا صحابي ويروح بيها. بس للأسف نسي اللي كان فيه الاستاذ صغير بصاحب المحل. راح الاستاذ الصغير ده يا أصحابنا هرب من الراجل الحرامي دوت، وراح لصاحب المحل وقال له ما تخافش، أنا عارف المكان اللي سرق فيه القرود كلها، تعال أوديك. قال له يلا، عشان كده إيه كان هيجيلي انهيار عصبي وخسرت كل رأس مالي. قالوا انت يا عبيط هتروح لوحدك؟ بلغ البوليس الأول. راح بالفعل صاحب المحل القرود بلغ البوليس وراح معاه عند الحرامي وقفش كل القرود توتا توتا وخلصت الحدوتة. يلا حبايبي نشوفكم في حلقة جديدة، بس ما تنسوش الاشتراكات واللايكات. باي باي.